أخرج الدنيا من قلبك. لا أقول اتركها، أنا ما قلت اتركها، كلنا متوظفين وكلنا عندنا أبناء ونحتاج المال، لكن أخرجها من قلبك وضعها في يدك، ضعها في يدك، فإن حب الآخرة وحب الدنيا لا يجتمعان، لا يجتمعان. ضع في قلبك حب الملك الديان، حب الله الذي يقود كل عمل، فإن أركان العبادة أولها الحب، وحب الله غال وعزيز، فلا بد إذا أردت أن تدخله أن تخرج كل حب في قلبك إلا حب الله، أن يكون الله أحب إليك مما سواهما. هؤلاء الذين ذاقوا حلاوة الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد النبيًا. كيف تحبه وأنت قد زاحمت حبه بحب الدنيا وحب النساء وحب الصور وحب البيع وحب الشراء؟ أخرج من قلبك هذا العام.